مثل هذا اليوم الخامس عشر من رمضان من العام الثالث للهجرة ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكنيته أبو محمد، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسين، وأحد ريحانتي رسول الله من الدنيا. كان الحسن رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر من الحسين بسنة واحدة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. فعن عدي بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعاً الحسن على عاتقه فقال: من أحبني فليحبه، وكان يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وكان للحسن أعظم دور في حقن دماء المسلمين ورأب الصدع بعد الاقتتال الذي حدث بينهم بسبب الفتنة الكبرى مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه. فعن بكرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان ذلك لما قتل علي بن أبي طالب على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، حيث بايع أهل الكوفة الحسن بن علي بالخلافة سنة 40 هجرية، واستمر الحسن بعد بيعته خليفة على الحجاز واليمن والعراق وخرسان وغير ذلك نحو 7 أشهر. وبعد مراسلات بين الحسن ومعاوية تنازل الحسن عن الخلافة واستقر الأمر لمعاوية، فأصبح خليفة المسلمين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة.